كاملين تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم انا اول نكلم بالعشاء ان شاء الله نشوفوا كل شيء كيدوز وكل شيء كيصايبزو وكل شيء. المهم قبل ما تكمل الفيديو ما تنساوش ديروا واحد ابوني وما تنساوش تطاروا على الجرس ويعجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا واحد شير. المهم الخوت دابا حنا تنزل لكم الخطيبات ندير لهم الطيبات ونعمر لهم واحد البريري اللي متحققتهم شحار ندير لهم جمار وكل شيء معروض وجه ديال الله كل شيء معروض. مرحبا بكم ألف مرحبا كاع لي زومي ديالي مرحبا بهم يجيو يتعشاو نهنيو الوالده شويه من الشغل وننزل نقولها الطيبات ونقدو لها العشاء باش ترتاح. هي اللي كتخطب لها ماشي دائما الوالده هي تبقى توجد ندير لها ترتاح شويه ونقول لها هي تجي بحال اللي معروضه اللي كتخطب لها. المهم بقاو معنا باش ما نطولوش عليكم هادشي نتحاد الزلاب بقاو معنا حتى نقادو الفخر حتى نقادو اتاي بقاو معنا يلا تهلاو فراسكم. المهم اللي زعما كيما شفتو الطيبات نتاعنا وجدو حنا دابا غادي نمشيو ندخلو للكوزينه نوجدو اتاي ونوجدو الجمر ونشويو الطيبات نتاعنا. ومرحبا بكم والصحة والسلام. المهم الخوت حنا دابا غادي نوجدو الجمر ان شاء الله. المهم حنا زعما حنا دابا غادي نشعلو دريكا المهم لي زامي كيما تشوفوا ها المجمر تيريج قرب يريج. غادي نقادو شويه غادي نخشو الخطيبات نتاعهم واللي بغا يجي يتعشى مرحبا به. نقادو شويه نتاعنا وها الشوية نتاعنا موجودة دابا حنا غادي نمشيو نديوها للمجمر. المهم الخطيبات تيزندو المهم الخطيبات نتاعنا وجدو بالصحة والراحة واللي بغا يجي مرحبا به وعلى سلامتو وشكرا وما تنساوش ديرو واحد